ابني والكونتر باص مش طايقين بعض طول النهار، يضربوا في بعض زي ما يكونوا مولودين فوق روس بعض. يا بابا ايه على مرتي الكونتر باص؟ استنى انت يا ولد. لا مؤاخذة يا مدام، انت عارفة الشباب اليومين دول متحرر عمال الاولاد. في ايه؟ يا بابا في ايه؟ حضرتك قلت لك انزل من البلكونة، قلت لي انزل من على السلم، اتمرمطت انا وهو على السلم. يعني هي المسألة مسألة البلكونة؟ يا بابا يلا عندي امتحان، ابوس ايدك. اتفضل. بقول لك ايه؟ نعم. ايه حكاية الولادة دي؟ بقى لها شهرين بتقيس، ما شفنا لهاش جيبة واحدة. ما انت مش مديني فرصة. طب شيل يا اخويا. لا شيل انت. الحبل جوه؟ ايوه. يلا. ظهري. معلش معلش ظهري. معلش يا بابا عشان تشوف انا بستعمل ايه. معلش ايه؟ ما كان قدامك الالات حلوه وعلى قدك، راح تجيب لي انتريه. معلش 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 ما ترجعه وجيب خمسه سته من الحلوين السواري. يا بابا هو بقسماط، خلصني بقى عندي امتحان. اتفضل يا اخويا ادي البلكونه. دخل يا اخويا الفرقه الموسيقيه بتاعتك. حاسب ما تخبطنيش تاني بظهري. سوري يا بابا سوري سوري. تعال قول لي يا تيمور، اخبار البنت نوال ايه؟ غرقت محروقه. يا ساتر دي باظت خالص. لا بابا ده حلم بحكولك، اسند بس. طيب على مهلك على مهلك، اوعى يقع اوعى يقع، انت حر. يعني مش هنروح نقابل امها؟ هي كلمت مامتها وان شاء الله يومين كده بقى. طيب يلا، عايز مني حاجه؟ لا عايز استرقاها مني بقى. طيب انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه معاك دي يا شاي؟ هات 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 يا تيمور، طب مخصومه منك الشهر الجاي. انت يا عم يا فوجة امسكوا الزفت ده. يا خبر ده نسيت الزبونة. أسام يا ببلاوي، يعني اوعى يكون جرى له حاجة. يا عم اطمن عليا انا الاول، جرى لي حاجة ولا لا؟ يلا على مهلك على مهلك أهو. على مهلك اهو الامتحان، يلا بسرعة الامتحان. الاضرب يخرب بيتك. والله العظيم هتموت واحد فينا مره. اتفضل اطلع. ده فوده فوده، انت مش عارف هبل وعبطه. يلا شريط المزيكا بتاع الامتحان. مزيكا ايه يا معلم؟ بدي يدوسة يدوسة، شيل لبس بوسة، والله لويتي وكبرتي وبقيتي عروسة. غني يا ابن المحظوظة، ما انت شايل ورك فرخة وانا شايل حجل على ظهري. يا ربي اتخرج اموت بقى. تيمور اتأخرت كده ليه؟ من ابويا اللي شايله على ظهري ده، مرمطني. وحشتني قوي. كنت وحشتني قوي. ايه ده انت النهارده حلو قوي. ميرسي. انا امبارح كنت وحش قوي. ايه ده؟ ايه رومانسيه؟ عندنا امتحان يا معلم، خد جبت لك انبوبه امير. اللي يا امير يلا بسرعه الامتحان، والامير هيلزق النيله بقى. فين تيمور؟ ما اعرفش. فودة فين تيمور؟ Thank you.
تيمور؟ مش عارف، انا عيني باظت خلاص، هاكل ازاي يا رب بعد كده؟ يا نهار اسود، مفيش حاجه هتفتحها غير كتر 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 كتر. ايه يا معلم، انت عايز تبوظ عينه؟ هات لي موس موس. هات شنيور يا ماشي. الناس دي يا نوال بقى، انا بعت اجيب لك ميه سخنه. هتنفع؟ طب ما تجربي يا نوال الاسيتون. ايه كومبليزون؟ مين النا؟ قومي يا قوم بره بقى. انت لازم تفتح يا تيمور. ليه؟ عشان ماما مستنياك انت وباباك بكره. وافقت ان انا اتقدم؟ ايوه. وجايه تقولي لي بعد ما تعميت؟ بعد الشر عليك يا حبيبي، ما تقولش كده، هتقوم تبقى كويس قوي دلوقتي. طب هاتي ايدك. يلا يلا يلا. رايح فين؟ فين؟ تعالى. مبروك يا نوال. الله يبارك فيك. نوال انا هطير انا عشان ايه؟ انت فاجئتيني. عايز استعير؟ انت هتمشي ازاي بعينك دي يا عم؟ شايف؟ بس يلا يلا بينا بسرعه بسرعه. يلا استاذه نوال مش هنا، وقالت لي ما ندخليش حد. تدخليش حد؟ اوعي يا هبله. ما شفتيهوش يا بنتي وعينيه لازقه في بعض وراح واقع على الارض؟ يا حبيبي صعب عليا قوي. او هكلمك تاني. انت ازاي تدخل عليا من غير ما تخبط؟ ما انا قلت هاو. وبعدين انت بنت خالتي. انا غلطانه اني ما قفلتش الباب بالمفتاح، بجد حاجه تقرف. ايه يا نونا، مش طايقه مني كلمه ليه؟ مجنونه بقى اعمل ايه؟ ياه نسيتي اللي كان بينا بالسرعه دي؟ هو ايه يا ابني اللي كان بينا؟ فتح قرابه باباك وبابايا وخلاص، الاثنين ماتوا. بس انا عايش وبحب. يا بابا البدله، يا بابا البدله القصه يا ولد، انا مالي مالها؟ البسها غصب عنك يا بابا، وحشه وقديمه. مدام رايح تخطب تلبس البدله دي؟ يا بابا فهمني بقى يا بابا، بص الجاكيته دي ستايل قديم. انا يا بابا لو فانكي. بص يا بابا السبايك. بص كل الادويه دي ما تلزمنيش، ده ابو امك ما وافقش عليا الا لما بص كده ولقاني لابس الجاكيته دي. ما عشان كده مات مجنون. اخرس تعالى عدلك كده فتح. استنى نفسي تبقي موجود النهاردة. طيب وركبر هو رايح اخطب. حشتيني يا زبيدة. انا بموت يا عم هاني يا شاكر. حشتيني يا بابا. ثانية كمان وانا هوحشك. حشتيني يا زبيدة. يا بابا مالك يا بابا؟ معلش. الله يرحمها الله يرحمها. يا بابا هتخنق، انت بتشنقني. طيب خلاص خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر يا رب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيتي يا لوزه، بيتي يا لوزه. ايوه يا ستي. تعالي يا بنت، ايه اللي مرمي على الارض ده؟ دي ميه يا ستي، انا لسه مسحه. انت ايش عرفك انت؟ ميه ايه ده؟ عمل معمول لي. امشي هاتيلي شويه ملح عشان افسده. امشي يا بنت. حاضر حاضر. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. الهي يخرب بيتك يا وليا يا معاطف. تولعي بجاز انت وابنك عاطف، وجوزك ابو عاطف يتشل ان شاء الله علشان ترتاحي. يا سيدي يا كبير، جرجرها من على السرير. يا سيدي يا امام، احرمها من دخول الحمام. اه يا ولي دي خرب. هات يا بنت هات يا بنت. يكفينا شر المستخبي والمعمول والمرمي على الارض والمكتوب على الورق. قادر يا كريم. امسك يا بنت واقفل الباب. حسك عينك الاقي ميه بعد كده مرميه على الباب، لحسن من كتاب الله. امسك دماغك ده هي واحطها في قلب الميه السخنه المغليه وانتفك زي البطه شعريه شعريه. انت فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ انت هنا يا حمدي. ازيك يا خالد؟ حبيبي ازيك يا روحي، عامل ايه؟ وحشتني يا ولا. ايه يا ولا، انا مش قايله لك الف مره ما تقلعش الخرزه الزرقاء من رقبتك؟ اهي النتيجه اهي، رقبتك عماله تختفي تختفي لما دخلت في زورك. مفيش حاجه نافعه يا خالد. ليه مالك يا واد؟ اسالي نوايا يا ماما. بقالي ساعه بفهم حمدي ان وجوده هنا وانا لوحدي ما يصحش، مش راضي يفهم. ابن خالتك وبيسال علينا. هو في حد بعد ابوكي ما مات سال علينا غيره؟ شوف بقى، انا عامله النهارده صينيه مكرونه بالبشاميل انما مقري عليها 7 مرات. المفروض تساليني انا. اسالك انت ليه؟ هو انت غريبه؟ انما هو غلبان يا حبه عيني، عايش لوحده. يا عالم يا عالم من اللي عايش معاه. عن اذنكم علينا بيت. تعالي يا بنت نوال، انا عايزاك في كلمتين. بقول لك ايه يا حمدي يا حبيبي، خش السفره اقعد العب شويه على ما اجي لك. حاضر يا خالتي. اترسي اقعدي، حطي في دماغك بقى، مش عشان انا وافقت ان تيمور ده يجي يخطبك تقومي تعاملي ابن خالتك وحش. يا ماما كل ما يشوفني يقولي بحبك وعايزه اتجوزك. وماله، حد يكره يتجوز كم اللحم ده؟ يا بنت ده غني ومقرش، ابو سايب له شيء وشويات العماره دي كلها بتاعته غير محل الذهب. يا ماما انت عايزه تقنعيني بايه؟ انا من سنتين كنت بقول له يا انكل. يلا قومي عشان تاكلي معانا. مش وقت. انت حره، اللي ياكل على نفسه يطلع بس. يا بابا لو العربيه اشتغلت لوحدها وشك هيبقى كفته. مين اللي هيشغلها وانا بره؟ في ايه؟ يلا في ايه عندنا معاك يا بابا؟ بس اربع عيش. انا اسف انا اسف. انت مش قاسي الزيت ده 60 مرة امبارح؟ امبارح غير النهارده يا بابا. انت هتديها حقنا خلصنا يا ابني، دي مسؤوليه. والان ما حضرتك لما نوصل هنركن العربيه المعفنه دي بعيد عن بيت ام نوال، مش عايز فضايح. السعر من العربيه. روح خد لك تاكسي. أنا مش رايح. انا اسف. اتفضل اتفضل بقى يا بابا. يلا يلا حبيبي. شفتي ده يا خالتي؟
حتة ألماس تمنها 10600 جنيه هتاكل منك حتة. والله منين كده يا واد؟ ده ألماس. ولو اني ما بحبش البس الألماس عشان الحسد من لازم منه، لكن هلبسه بقى والحري صلى. رايحة فين يا نواة؟ رايحة كوافة. في سلامة يا حمدي؟ مفيش. الله يسلمك يا نونة. انت رايك يا خالتي في موضوع الخطوبة ده؟ يا اخويا انا ماليش رأي، الرأي رأي بشندي، لو وافق يبقى انا موافقة، موافقش بقى يبقى كل شيء نصيب. وبشندي دخله ايه في الموضوع ده؟ لا 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 اوعى تخبط، دول اهل الطلع والمستخبي، تروح في 60 داهية. عندك حق، يبقى بشندي هو الحل. ايه يا بابا الطريقة دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح. ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده مفيش حاجه اسمها بيئه. يا بابا مش لاقي عليا، ام فانكي. انزل يا فانكي خد لك تاكس اذا كانش عاجبك. طب امشي بسرعه يا بابا، احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزل؟ مشاري واسع. هتلاقي أمك اللي جايبها لك. يا راجل يا حمار، استنى عليا أنا حوريك. أنت رزق ليه يا أخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، مشاريع واسع قدامك. أنا حمار؟ طيب أقل واجب، لما تخش عليا الدخلة دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين عربية المولد اللي أنت راكبها دي مش عاجباك العربية؟ تبقى حمار. بابا حمار وسيء جمال. بابا مش عاجبك العربية يا شباب. بابا ما كترش بالكلام، ما تفتحش. خليك انت ما تغلطش فيه. خليك بعيد. ما كترش بالكلام، خليك بعيد عشان انتك انت ما تكرمش. انت لازم تتربى بقى. وريني رخصك يا بابا تتطحن. انا اتهرس لحد ايه؟ ايه انت بتدي لك على ايه؟ ايه ده 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 تيمور 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 يا تيمور. تعالى هنا. لا كان معاه واحد صغير بس تعرف راح فين. ابو سامي اتفضل. يا بابا بابا انت تيمور يا انا للاسم. يا بابا اخبار الخلانوسة ايه؟ مش سفرة بس انا اعرف انها في اسكندرية وطنطا. مش سفرة بره مصر. اه لو كانت موجودة هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم واصلهم وفصلهم. يا رب ناولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بقى امرها. خدي ورش شوية المية على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. حاضر. ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزة؟ عامله ايه معاك يا لوزة يا ست هاني؟ حلوة يا اخويا زي الفل، ما تتخيرش عنك. ايش بره البيت؟ الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما يا ماما جايه لك يا نوال. ايش 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 مره 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 مره. عايزه ايه؟ مين اللي جاب بشندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر؟ يا بابا ما تقولش كده، والله ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضربه ما استحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا قلت جوه همشي. ده بيني وبينك بابا. بابا احنا نخش الزباله دي. الزباله انت عارف مدفوع فيها كام؟ يا ماما انت عايزه تفضحيني. خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه. العروسه ماتت يا بابا. اول يوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجوده اتفضلوا. انت البولية يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم. تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ ما اعرفش، يمكن واحد من قرايبه. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش تسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟
اهلا وسهلا اهلا وسهلا، حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. طنط ازي حضرتك؟ الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي باين على وش حضرتك، انما كفل الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم، خناقه بسيطه في الشارع، بس بابا ضرب الناس بفتره. بس ده وشه متدمر خالص. ما حضرتك بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترع. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني، بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا الطره بيدفى قلقنا شويه. لا ده بشاندي ده بركه البيت. زي ما يا بابا عيني. يا حبيبي يا ابني، تعمل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هارب، بترش ملح علينا ليه؟ الله، لو انت خلينونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بينا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي معلش. تحرقني يا حبيبي. ما رتتيش علينا يا هارب. ربك كريم، هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. اوامرك يا سيدي. ده حصان ولا حمار؟ نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكليه؟ طبعا بيت نوال. يا نوال بنتي نوال. اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك، ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه، حاجه بسيطه. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظه حاجه عليا؟ مفيش سلامتك ولا حاجه؟ سلامتك. الله يسلمك. ايه البدله دي؟ ايه البدله دي؟ بدله؟ انت لسه شفتي حاجه؟ مبهوره بالبدله دي. منور يا عم. الله يخليك، انت منوره ما شاء الله. قمر بدري منور. اشتر من عيني يا عم. احنا طبق فول، ايه اللي بيعمله ده؟ ما رديتيش علينا يا هارب. الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى، انتوا سيبونا يومين عشان نفكر، مش كده يا بشندي؟ المكتوب مكتوب، واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعه احنا جايين نعمل عمل، ايه الاسلوب اللي في بيتكم ده؟ ولا تيمور ولا كلمه. استهانم عقبال ما يجيلك الرد، تليفون بيتنا عند بنتك هريانه تليفونات ليل ونهار، اتصلي بينا. يلا يا بابا ما تكلمش في حياتك. ولا كلمه قدام. يلا معلش يا عمي انا اسفه. شاكرين قوي يا نوال، جايبانا انا وابويا ترش علينا ملح، شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيتنا جليل. احنا علينا في المنطقه كلها. ايه خير يا بشندي؟ ايه الاخبار؟ لا يجوز يا هان. انا قلت والله انه لا يجوز. الوليه حماتك دي دماغها ضربه. يا بابا انا مالي ومال، انا اتجوز بنتها. بابا احنا بقالنا ساعه بالليل مش هنروح. هوديك مطعم كباب اللي كلت فيه انا ومرحوم امك يوم خطوبتنا. ربنا يخليك يا حبيبي. انا لما كنت عاوز ابسط امك وافرفشها وادلعها كنت اعزمها في المطعم ده. كل يا تيمور، كل يا ابني. داخل على جواز محتاج ترب عظمه. اللحمه حلوه قوي بابا، مش بتجيبني ليه من زمان؟ والحاج جوده ده سهل، ده بالحجز يا ابني، انا حاجز لك دي من اسبوع. الترابيزه ايه؟ ربنا يخليك يا بابا. بس ده راجل كريم قوي. بص الريشه قد ايه؟ انا عمري ما شفت ريشه كده. هو عيبه انه غالي، بس الغالي ثمنه فيه. يا بابا انت هتقتلني عشان انت اللي هتدفع؟ يا ابني انا اقصد طعم اللحمه هنا غير اي مكان تاني. بقول لك يا بابا بعد اذنك، ممكن بعد الخطوبه فاعزم نقول امها هنا؟ امها لا، نوال في عينيا الاثنين. طب والنبي يا بابا انت ما بتاكلش، خد من ايدي دي. يا ابني كل انت. بص يا بابا الريشه قد ايه؟ ده الراجل ده كريم جدا. طب والنبي لا تاكل حاجه. انت عندي كل بس انت. والله ما بتاكل. طب انت اطول وانا اطول. ايه بابا الحكومه دي في ايه؟ يلا انزلوا. دول اعظم القوم. اعظم؟ قصدي كبارات البلد بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول. اكل ستايل بصراحه. مش كده؟ اه والله. مراحل فين كده بابا؟ اليوم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا، هياكلوا على الواقف جوه. والنبي يا بابا ما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني. عينيا يا حبيبي، انت هتكسفني. والله انت متهلك. بتكسفني يا طب دي اطرى من اللي معاك. طب امسك بس. همي يا قدامي يا باشا، ده لحم خلفان مطبوخ في المذبح. انت بتاكل الناس لحم حمير؟ الحمير دي بس عاملها في الدليفري. دليفري؟ بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير. مالك يا بابا؟ صعبان عليا مرحوم امك واكلتها هنا كتير. يس شاكرين على العشوة الظريفة دي يا بابا، إن شاء الله تعمل لنا على الغدا بكرة صينية كلاب. يعني أنت أكلت لوحدك؟ ما أنا واكل يجي نص حمار. ماشي. اتفضل. يوعى. اتفضل. غرش يا عمي، أنا فودة.
عليكم زفت ايه؟ ايه الهزار الماسخ بتاعكم ده؟ رئيسكم انا؟ حرام عليكم. طالع معايا ولا هصيع مع الفشله دول؟ هيصيع مع الفشله دول يا عم. طيب هات لي معاك فوار. حاضر يا بابا سلامتك. ايه الاستهبال ده؟ فرصه نموت فيها يا عم. بنهزر. بقول لك ايه؟ ايه؟ اطلع هات الكونترباص. ليه؟ عندنا حفله بكره. تتكلم بجد؟ ايوه. مية مية. بابا وحياتك ابعت لي كونترباص. وحياه اميره ولبنى وسميره. وحياه اميره ولبنى وسميره وناديه واختها. وحياه اماني وسمر وناني. وحياه اماني وسمر وناني والشله كلها. نركز يا جماعه، هنعلب اميره ونوطب اختها. اوكي خدي اتصلي بيه. اتصل اقول له ايه بس؟ اوعى انت اوعى. الو. ايوه يا نواف، كلهم موجودين يعني هيروحوا فين؟ تيمور. نعم. تليفون نواف. يا نواف ما جيتيش ليه؟ مش في بروفه عشان اغنيه بتاعت بكره؟ انت مالك في ايه ملخبطه ليه؟ طب خلاص هشوفك بكره، مش مشكله تعملي بروفه قبل ما نشتغل. اه حلو قوي، يلا باي باي. ما اكدتيش عليه ليه؟ اكد عليه ازاي وانتوا كلكم واقفين فوق دماغي؟ واحد سارق عقد على المصنع ثمنه 10000 جنيه، نكلمه ازاي؟ نبعت له مسج؟ من فضلك تيمور مش حرام. يا بنتي ده املنا انه يطلع بريء. بس انت ابعتي هاتيه هو وابوه وانا هعرف مين اللي سرق. الخزعبلات دي تعملها على حد تاني. مفيش حد غريب دخل البيت غير هو وابوه. يا ماما دوري كويس، ابوس ايدك. يا بنتي احنا مش هنتهمهم، عمك بشندي هيفتح المندل ويشوف مين اللي سرق. صدقيني مش هو. يا بنتي مدور وعينه مدوره وقصير، اكيد هو اللي سرق. تيمور مش مدور ومش حرام. لا مدور وحرامي كمان. هلا ايفريبادي، تيمور سبيكينج، يو نو مي. اوكي يو ونا ليسن تو مي. اميره